أهلا بكم. استغل بعض شركاء العملية السياسية في العراق ضعف وارتباك حكومة عبد المهدي وفشلها في معالجة ملفات الخدمات الأساسية كالخدمات العامة والكهرباء برغم مرور أكثر من 7 شهور على تشكيلها. استغل هؤلاء الشركاء وركبوا موجة المعارضة السياسية والضغط على عادل عبد المهدي، لكن ثمة من يرى أن مفهوم المعارضة السياسية لا يمكن أن يتحقق في العملية السياسية في العراق القائمة على مبدأ تقسيم الحصص الحكومية والحزبية. والقصة الحقيقية تتعلق بحنق وغضب شركاء عبد المهدي من عدم حصولهم على حصص كافية من مناصب حكومته، لا سيما الدرجات الخاصة التي تكتسب أهمية بالغة في تنفيذ القرارات الحكومية والوصول إلى أموال الدولة ومسالك توزيعها، فهي عامل حيوي وجوهري في ضمان قوتها واستمرارها وتأمين المكانة والنفوذ. توجه بعض الأحزاب والميليشيات الطائفية إلى المعارضة السياسية في العراق هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: لماذا يعتبر الكثير أن الحديث عن المعارضة السياسية في العراق هو نوع من التضليل والخداع السياسي؟ وكيف يستقيم حديث هؤلاء الشركاء السياسيين عن معارضتهم لحكومة عبد المهدي وهم جميعا ممثلون في هذه الحكومة؟ وهل فعلا إن المتوجهين إلى المعارضة السياسية الجدد إنما يحاولون القفز من سفينة حكومة عبد المهدي الآيلة للسقوط بسبب وهنها وفشلها؟ ثم أليس النظام السياسي الحالي في العراق هو نظام ديمقراطي تعددي والمعارضة السياسية هي أحد ركائزه المهمة؟ ثم من هي المعارضة السياسية الحق اليوم في العراق إن لم تكن هذه المعارضة التي ينوي شركاء العملية السياسية تشكيلها؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، نظير الجندوري، قحطان الخفاجي. يعد الانتقال إلى صف المعارضة في الحكومات الديمقراطية حالة صحية تدفع عجلة الإصلاح إلى الأمام، لكن إذا كانت هذه الحالة في بلد كالعراق يصبح تغيير خريطة التحالفات مبنياً على مصالح حزبية ضيقة تقوم على الارتزاق السياسي وتتحرك وفق أجندات داخلية وخارجية. حكومة عادل عبد المهدي تشهد أكبر عملية انشقاقات داخلية جاءت على شكل انتقالات إلى صفوف المعارضة، تولتها كتل أهمها تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، ما جعل كثيرا من المصادر الحكومية تقول إن حكومة عبد المهدي لن تصمد حتى نهاية الصيف الحالي. تبرر الكتل التي مالت إلى صف المعارضة موقفها بأن الحكومة جاءت أسوأ من نظام المحاصصة المعهود وأنها جاءت مخيبة لآمال الشارع العراقي، لكن الساسة في هذه الكتل شاركوا في الحكومات السابقة ومتورطون بملفات فساد كبيرة، كما أن لجوءهم إلى صف المعارضة لا يستقيم مع وجود وزراء منهم في الحكومة الحالية دون أن يقدموا استقالاتهم. تيار الحكمة أكد أن انحيازه إلى المعارضة السياسية لم يكن يهدف إلى إسقاط حكومة عبد المهدي، بل سيبقى يصفق لما وصفه بنجاحات الحكومة. أما ائتلاف النصر فيرى أن خياره بالانضمام إلى المعارضة لا يعني مهاجمة مشروع الحكومة وضرب المسيرة السياسية لعبد المهدي، وعلى هذا فإن التحركات السياسية الحالية لا تعدو أن تكون خلافات على توزيع المناصب السيادية لا سيما الدرجات الوظيفية الخاصة. مع ذلك يرى مراقبون للمشهد العراقي أن حكومة عبد المهدي تعتبر أكثر الحكومات المتعاقبة التي شهدت عدم انسجام بين الكتل، ما يجعلها على محك سقوط لن يأتي نتيجة مشروع إصلاح داخلي، وإنما سيكون نتاج تدافع في قارب السياسة قد يؤدي إلى غرقه بمن فيه. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث عن نية توجه بعض أحزاب العملية السياسية وميليشياتها إلى المعارضة السياسية في العراق. ضيوف طبعا هذا الموضوع سنبحثه، ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، والأستاذ نظير الجندوري كاتب وباحث سياسي أيضا، ومعنا من بغداد أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين الدكتور قحطان الخفاجي. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا، حياكم الله. دكتور سنبدأ معك أيضا، خطوة بعض شركاء العملية السياسية وأحزابها نحو المعارضة السياسية في العراق حسب ما أعلن مؤخرا، هل تعكس حقيقة
أن هناك في العراق نظام سياسي ديمقراطي تعددي، المعارضة السياسية ركيزة أساسية فيه، هل هذه الخطوة تعكس هذه الحقيقة إن كانت موجودة حقيقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أستاذ ماجد، هي المعارضة يعني خطوة حقيقية ومطلوبة في كل مكان وفي كل الأنظمة الديمقراطية التداولية في العالم، في كل الدول التي تتبع النظام الديمقراطي التداولي. المعارضة شيء حقيقي ودائما ما نرى ومطلوب جدا، وهو أساسي في رسم السياسات، في تصحيح الوضع، في تقويم وفي مراقبة البرامج. يعني نجد دائما أحزاب السلطة تخسر الانتخابات وتتحول إلى أحزاب معارضة، وليس هناك في هذه المجتمعات ليس هناك من يدافع عن السلطة، عن الحكومة، إلا أعضاء الحكومة. كل الأحزاب، حتى القوى التي نجد مرات، حتى القوى التي انتخبت الحزب الذي وصل إلى الحكم، ربما ينقلبون عليه، حتى أعضاء الحزب نفسهم يصبحون من المعارضة إذا ما انحرف عن المنهاج أو البرنامج اللي متفق عليه. فهكذا نجد، لا نجد من يدافع عن السلطة إلا أعضاء السلطة، وهناك برلمان دائما، البرلمان هذا جزء من الرقابة، وبالتالي يخلقون رأي عام رقابي. كل هذه الأحزاب والقوى مراقبة أداء الحكومة، نعم، يعني هو رقابة شعبية، وبالتالي رأي عام يراقب الحكومة، معارض للحكومة إذا ما انحرفت عن مسارها. هذه في المجتمع، هذه غير موجودة، هذا الكلام مثالي في مجتمعات ديمقراطية حقيقية، لكن في مجتمع مثل العراق، مجتمع سياسي أنا أتحدث عنه، هذا غير موجود، هذا كلام مثالي غير موجود. الموجود عندنا الآن هو إطار سياسي، كل الأعضاء، هذا الإطار السياسي مبني على أساس توافقات ومحاصصات طائفية وإثنية كما نعلم من البداية، أسس على هذا الطريق. فكل أعضاء هذا الإطار، كل قوى والأحزاب والشخصيات التي منتمية إلى هذا الإطار تنال حصصها بمحاصصة، تنال نسبتها، حصتها في داخل هذا الإطار. فبالتالي لا وجود للمعارضة. هم يتحدثون عن ديمقراطية توافقية يسمونها، نعم. فبالديمقراطية التوافقية هذه اللي توزع بها المناصب والوظائف والحصص والمكاسب على الجميع، لا يمكن أن تخرج معارضة. لذلك الحديث عن المعارضة في هكذا نظام مبني بهذه الطريقة الاستبدادية، بهذه الطريقة، هو ضرب من الجنون. دعني أقول أنه الحكومة والسلطة في العراق لدينا اللي منتمية لهذا الإطار اللي يسموه العملية السياسية، وما بعدها من يقف خلفها سواء محتل أو مرجعية، نعم، هم الذين يتحدثون عن، يعني هم الذين يحددون هذا أبيض وهذا أسود، هذا خطأ وهذا صح، هذا دين سليم وهذا كافر، هذا ديمقراطي وهذا دكتاتوري استبدادي. فبالتالي المعايير هم يضبطونها كما يريدون، التسميات والعبارات هم يحددون ماهيتها وشكلها ومعانيها. أي خروج عنها يعني أنك خارج هذا الإطار، تغرد خارج السرب، إذن أنت إما أن تكون عميل للأجنبي مثل ما يقولون، أو داعشي، أو مثل ما كانوا يقولون قبل، صدامي، بعثي، ما أعرف منه، مخرب، منتمي إلى أجندة خارجية. كل لأنه هذه معاييرهم التي يضعونها. إذن المعارضة في نظرهم هي معارضة أن تكون بداخل العملية السياسية، وتعارض مثل ما يتحدثون لتقويم الوضع إذا من حرف يمينا أو شمالا، ولا يتحدثون للناس. دكتور، على هاي النقطة، على اعتبار من وجهة نظر من يقول بهذا، على اعتبار أنه في العراق اليوم هو نظام ديمقراطي تعددي يؤمن بتداول السلطة، لذلك المعارضة على الطريقة الأخرى، النظام الديمقراطي يعني لا يحتاجها، أنه معارضة من الخارج وقد تكون مسلحة، وتكون أنت ضمن يعني هو يعتقد نظام ديمقراطي يتيح هذه الآلية لك. نعم، أنا أتحدث إذا كان نظاما ديمقراطيا حقيقا فهو يتيح كل الآليات المعارضة، هو يتيح للشعب أساسا أن يعارضك، انتمى إلى الحكومة رضي بها أم لم يرضى بها غير، وبالعكس هم يشجعون المعارضة الشعبية ويخلقون رأي عام معارض تقصد في الأنظمة الديمقراطية الحقيقة، نعم، صحيحة والحقيقية، نعم. لكن في ديمقراطية مثل هذه الديمقراطية اللي يسموها التوافقية وهي كذبة كبيرة، هذه حصص موزعة، فبالتالي أنت لا يمكن أن تقف ضد مكاسب
الجهة الفلانية والجهة الفلانية والجهة الفلانية اللي هم شركائك بينهم شراكة حديدية لأجل المحافظة على مكاسبهم، لأجل المحافظة على الإطار الذي يعملون داخله. نعم. لأن إذا انهار هذا الإطار سينهارون جميعا، فبالتالي كذبة المعارضة كذبة كبيرة في العراق. سنتحدث كيف أنها كذبة وكيف أنها ربما هناك من يعتقد تضليل. نعم. وخداع للرأي العام. أستاذ نظير الجندوري، يعني أيضا الموجود الآن في العراق على الأقل من وجهة نظر من صمم هذا النظام المشاركين فيه هو نظام ديمقراطي تعددي يؤمن بتداول سلمي للسلطة، ما العيب أن تكون فيه معارضة سياسية حقة إذا لم تكن موجودة في الماضي لأسباب كثيرة لتحديات كثيرة واجهت هذه التجربة والتغيير؟ ما العيب أن تكون الآن هذه المعارضة موجودة وتعمل على في مسار الإصلاح، إصلاح العملية السياسية، إصلاح حكومة؟ لماذا هذا التشكيك دائما بالدوافع والأهداف؟ حياك الله. يعني حقيقة تعودنا على هذا النظام السياسي، كل فترة يأتي لنا بفرية جديدة، يعني ربما هو يبتغي منها إطالة عمر هذا النظام السياسي إلى وقت أطول، لأن كل عوامل انهياره هي متوفرة موجودة. أنت تسألني عن ما هو الضير أن تكون هناك معارضة سياسية لتجربة ديمقراطية كما يدعون. حقيقة يعني فقط أريد أن أرجع إلى أسباب ظهور هذه المعارضة السياسية في الوقت الحالي. الحكومة الحالية التي عمرها الآن تجاوز 8 أشهر وما زالت حكومة ناقصة ولم تحقق أي شيء من وعودها التي أقرتها في أو ألزمت نفسها بالبرنامج الانتخابي لها، حقيقة هي حكومة لم تأتي من كتلة سياسية، إنما جاء عبد المهدي هو عبارة عن توافق لجميع هذه الكتل الآن التي هي متصارعة. وبالتالي فإن رئاسة الوزراء المتمثلة بعادل عبد المهدي لا ينتمي إلى كتلة سياسية، فكيف بك أن تأتي بمعارضة لها؟ يعني أنا لحد الآن لا أفهم كيف أن هناك رئيس وزراء لا ينتمي إلى أي كتلة سياسية وتظهر معارضة له من قبل الكتل. المعارضة الحقيقة المعارضة للحكومة لكونه رئيس وزراء وليس لأنه رئيس حزب. أخي فقط أريد أن أخدمك بشيء، إن هذا رئيس الوزراء هو جاء بتوافق هذه الكتل التي الآن تريد أن تكون معارضة. يعني حقيقة ضحك على الذقون. الأمر الآخر، يعني نحن نراقب كل تجارب الديمقراطيات بالعالم. المتعارف عليه أن في أي انتخابات إذا لم تظهر كتلة من حزب سياسي كبير هو من يكلف ب يعني تأسيس الحكومة، فربما يصير تآلف من حزب أو حزبين لتشكيل الحكومة، وبالتالي باقي الأحزاب تكون معارضة. نعتبر التجربة في العراق فريدة، لم يسبق لها مثيل ولم يسبقها أحد، متفردة ومتميزة. يعني فقط أنا أريد أن أسألك، قل لي ما هو الشيء في العراق لم نتفرد به؟ نعم. نحن تفردنا بديمقراطية لم يأتي في يعني العقل الإنساني لحد الآن لم يأتي بتجربة مشابهة لها. نعم. يعني تجربة عرجاء بشهادة الجميع، ليس بشهادة الشعب العراقي فقط، إنما كل المراقبين بالعالم يشهدون بأنها تجربة فاشلة 100%. حقيقة أنا أقول لك حقيقة ظهور المعارضة السياسية الحالية الآن ما هي إلا أن يعني نقلا عن لسان حيدر العبادي نفسه الذي هو الآن هو متصدر هو والحكيم بهذه المعارضة السياسية، يقول لقد خدعونا حينما قالوا بأننا لن نرشح أحد من أحزابنا للمناصب الوزارية والمناصب الإدارية الكبرى، وبعد ذلك كان معظم المناصب الوزارية هي لشخصيات حزبية من الطرف الآخر، وبذلك هو الآن يثأر لنفسه ويثأر للمغانم التي خسرها. هذا نفس حال بالنسبة لعمار الحكيم، نفس الحال يجري إلى الكتل التي تريد أيضا أن تعلن عن معارضتها مثل الائتلاف الوطنية، وحتى بعض الأحزاب الكردية الصغيرة تريد أن توجه المعارضة. ومن يدافع عن هذه الحكومة التي هي لا تنتمي إلى أي كتلة سياسية؟ يدافع عنها الآن المستفيدون حاليا مثل كتلة بناء، جماعة هادي العامري، جماعة الميليشيات وأحزابها الكرتونية الجديدة الآن المتواجدة بالحكومة، هؤلاء من يدافعون عليها. حقيقة يعني أنا أقول مثل هكذا معارضة وموالات يعني هي ليست لأهداف سياسية، ليست التنافس لخدمة المواطن أو لخدمة الدولة العراقية. أيضاً عن الأهداف أو الغايات من طرح هذا المشروع أو التوجه في هذا الوقت. دكتور قحطان الخفاجي في بغداد، أولا مساء الخير.
مساء الخيرات، حياك الله وحيا الضيوف الكرام والمشاهدين الكرام. اهلا وسهلا دكتور. دكتور، نتحدث عن قضيه توجه بعض احزاب العمليه السياسيه لما يسمى المعارضه السياسيه، معارضه الحكومه، حكومه عادل عبد المهدي. هل تعتقد ان هذه الخطوه تندرج في اطلاق في اطار وفي مسار اصلاح هذه الحكومه اللي عمرها اكثر من 7 أشهر لم تقدم شيء، هي ضعيفه لحد الان، شركائها يتهموها بالفشل، وايضا قد تكون هذه الخطوه مدخل لاصلاح العمليه السياسيه برمتها التي يتفق شركاء العمليه السياسيه جميعا على انها عمليه مشوهه عليله معوجه، وطبعا ايضا انفاذا لوعود بالاصلاح عمره 16 سنه ربما حان اوانها اليوم. هل تعتقد انه هذا الامر في هذا الاطار؟ حياك الله مره ثانيه وحيا الحضور وحيا الله المشاهدين الكرام. دائما للاسف نحن كاكاديميين كعلميين نجد من العشيره الحديث عن التجربه العراقيه، لان اذا ما استخدمنا كل تجارب العالم لا نجد لها نظير. لذلك يصعب علينا حقيقه الامر ان نحلل الامر تحليلا علميا. ولكن الذي حصل الان في العراق لا يختلف عن الذي حصل في السابق، وهي عباره عن مشاكل داخليه داخل هذه المجموعه التي تربعت على العراق في هذا الظرف غير طبيعي، وهي عباره عن خلافات شخصيه. لا اعتقد لما يسمى بالمعارضه التي هنا وهناك تثار شيء من الوجود على المنطق العقلي للتجربه العراقيه، وذلك لانها بالاساس هي خارج منطق الديمقراطيه بالاساس. فالديمقراطية العالم لا تأخذ على أكثرية العدد البشري وطبيعة انتماء البشري العقادي والعرقي بقدر ما برامج سياسية تطرحها الأحزاب ويتم الأكثرية هنا في مرة وهناك مرة أخرى، كان يكون اليوم أكثرية لدى الجمهوريين لحسن برنامجهم، ولكن قد في المرة القادمة يكون أكثرية للديمقراطيين لأن برنامج أفضل. العراق ليس بهذا الصورة، لذلك لا أرى أن الذي سيذهب إلى المعارضة هو بقدر ما يصلح العراق، ولكن يذهب لكي يضع لنفسه مجال ليفرض حالة معينة ولكي يمسك الأمر باتجاهين. أولا لديه وزراء داخل العملية السياسية قادرين على أن ينفذوا ما يريده ويعرقل ما تريد الحكومة، ثم يدعي أمام الشعب أنه معارضة. دكتور أشكرك، سنتحدث عن هذه المفارقة في أنه شركاء العملية السياسية أو الذين ينمون التوجه للمعارضة السياسية هم بالأصل كلهم ممثلون في الحكومة في المستويات الدنيا والعليا من المناصب الحكومية. دكتور رافع الفلاحي، يعني هذه الخطوة، خطوة المعارضة السياسية، وهي مطلوبة في الأنظمة الديمقراطية الحقة كما ذكرت قبل قليل، لماذا لا ينظر إليها على أنه فعلا الآن شرارة الانطلاق لإصلاح العملية السياسية، أن تبدأ بمعارضة سياسية خطوة على طريق الألف ميل؟ وهناك طبعا وعود صار 16 سنة ربما أجلت لأسباب تتعلق بظروف ما يسمى الإرهاب، تحديات أخرى واجهت هذه التجربة، قد تكون هذه البداية لإصلاح العملية السياسية. هل إصلاح العملية السياسية مستحيل، متعذر إلى هذه الدرجة؟ أستاذ ماجد، بداية يعني عندما تريد أن تصلح شيئا يعني يجب أن تعرف ماهية هذا الشيء، وهل يمكن لهذا الشيء أن يصلح أو لا يصلح. إذا كنا نتحدث عن عملية سياسية ويريدون إصلاح العملية السياسية من داخل العملية السياسية، فعليهم أن يدركوا ويعرفوهم كلهم أساسا أن العملية السياسية فيها خلل بنيوي، فيها خلل أساسي من البداية، مبنية على أساس محاصصات طائفية وإثنية. هل يستطيعون هؤلاء أن يكونوا داخل العملية السياسية لكي يرفضوا هذه الفكرة، يرفضوا هذا البناء؟ إذا كانوا رافضين لهذه الطريقة البناء، بناء هذه العملية، بناء هذا الإطار، فعليهم أن يكونوا خارج هذا الإطار، عليهم أن يخرجوا من هذا الإطار ويعلنوا أنهم أبرياء من هذا الإطار، لأنه إطار مسمم مخرب مدمر، دمر المجتمع العراقي، دمر العراق، أفقد العراق هويته، أفقد كل شيء. وهذه الحقيقة 16 سنة تجربة واضحة. أما أن تكون أنت مثل ما تحدث أخي الأستاذ نظير، تحدث عن معارضة وموالاة، أن تكون معارض وموالي في نفس الوقت، هذه عملية غريبة ولعبة غريبة، يعني مثل التناقضات اللي موجودة في هذه القوى التي تجتمع في العملية السياسية، تناقضات فكرية وصراعات مكاسب. يعني عندما تنظر مثلا إلى آخر انتخابات تجد أن الحزب الشيوعي متحالف مع التيار الصدري،
قضيتين متناقضة غريبة عجيبة. تجد مثلا حزب الحل السني متحالف مع الفتح اللي هو الواجهة واجهة الميليشيات وواجهة إيرانية والكل القضية فيها تناقضات كثيرة، نفس القضية يريدون. أنا أعتقد أنه ما يتحدثون عنه عن معارضة هو فكرة فيها ربما ما يمكن تسميته معارضة استباقية، بمعنى أنهم يعرفون أنه الفشل وصل إلى الذروة. سأتحدث، اسمح لي عن هذه النقطة. هناك من يتحدث أنه الذين يذهبون باتجاه المعارضة إنما يريدون القفز من سفينة عادل عبد المهدي. دكتور، خلال 16 سنة والعراق في هذه الدوامة، لا أصحاب العملية السياسية يقبلون بالإصلاح، بإصلاح العملية السياسية أو برؤية من خارج العملية السياسية، ولا حضراتكم المناهضون للعملية السياسية تقبلون بالإصلاح من داخل العملية السياسية؟ طبعاً. وهذه حلقة مفرغة. نعم، لا هي حلقة مفرغة يعني من وجهة نظر من في العملية السياسية. نعم. الحقيقة. نعم. الحقيقة من يناهضون العملية السياسية هم ليسوا معارضون، يعني هم لا يشكلون جزء من المعارضة، هم ليسوا معارضة، المعارضة شكل آخر. نعم. هاي المناهضة هذه جزء منها مقاومة. نعم. رفض لكل هذا المشروع. هذا المشروع أساسا المناهضين يعتبرون هذا المشروع، وهو هذا الحق، هذا المشروع هو من دمر العراق. مشروع وليس في وارد البحث عن إصلاح هذا المشروع أبداً. نعم. أبداً. نعم. هذا المشروع لا يصلح لكي يعارضوه. نعم. هم لا يعارضون سياسة معينة، لا يعارضون سياسة عبد المهدي لكي يصلحوها، لا يعارضون سياسة العبادي أو المالكي لأنه أخطأ، لا. القضية أنه الإطار فيه خلل بنيوي، هناك كارثة كبيرة، يجب إزاحة هذه الكارثة لكي نبني شيئا جديدا. يجب إزاحة كل هذا ومحاسبة من أدى إلى هذه الكارثة، وبالتالي الوصول إلى العلاج. العلاج يحتاج إلى التشخيص، والتشخيص القوى المناهضة شخصت الوضع وأين الخلل وأين المصيبة الكبيرة. أما معارضة داخل هؤلاء الذين يدافعون عن العملية السياسية، فيها حياتهم، فيها مكاسبهم، فيها وجودهم، فيها الكراسي التي يحكمون من ورائها، هذه الحقيقة. فهم يدافعون عن هذا الموضوع، ولا كيف تقنعني الآن هم يتحدثون عن معارضة وهم أساساً أقل من 20% من انتخبهم، أقل من 20% من انتخبهم، 17% أو حتى 20%، 80% من الشعب العراقي من الذين يحق لهم الانتخاب لم ينتخبوا. إذن وقفوا ضد العملية السياسية، مرجعية هذه الانتخابات، ووقفوا ضد الانتخابات، وبالتالي وقفوا ضد كل الأحزاب والقوى والشخصيات التي في العملية السياسية لأنهم يرفضونها، لأنها أدت إلى كارثة في حياتهم. رفضوا كل هذا. هم هؤلاء لا يعترفون بها، فقط هذا 17% هي من بنوا عليها وبنوا عمليتهم السياسية وشكلوا الحكومة، ويريدون أن 80% من الشعب العراقي يأتي منصاعاً ويقبل بهذا الوضع. هل هذا جزء من الديمقراطية؟ هل هذه هي الديمقراطية التي يتحدثون عنها؟ إذن أساساً نحن لا نتحدث عن نظام ديمقراطي. نعم. نتحدث عن نظام استبدادي الحقيقة، وإطار استبدادي محاصصي طائفي إثني، يوزع المكاسب فيما بينه، يوزع الوظائف بالطريقة. يعني دعني من حديث عادل مهدي عن أنه جاء حتى برنامجه، جاء لوقف الفساد ويقف المحاصصة، ماذا فعل؟ الآن بعد 7 أشهر من الحديث الآن وزارات ما زالت غير قادرة أني بسبب المحاصصة، وزارة الداخلية والدفاع والتربية والمجلس مكافحة الفساد الذي شكل بتصريحات قضية مضحكة، لم يفعل شيئا ولن يستطيع أن يفعل شيئا. نعم. لأنه عثرات كبيرة وهو داخل بحر أمواج كبيرة جدا جدا، حتى لو كانوا شرفاء، حتى لو كانوا لديهم برنامج، هذه كذبة كبيرة. نعم. يعني لا يمكن أن تحدثني عن وزارة ناجحة في وسط كل منهار. لا يمكن أن تحدثني عن تربية أو تعليم أو صحة جيدة في وسط إطار منهار سياسيا وفكريا وثقافيا وهوية لا يمتلك الهوية. هذه غير حقيقية. السادة من الضيوف الكرام والمشاهدين الكرام، أيضا نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في موضوع توجه بعض أحزاب العملية السياسية وميليشياتها أو إعلانهم النية للتوجه للمعارضة السياسية في العراق. بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا. هذول الطلاب شو قاعد يعبون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. Thank you.
أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة التي تبحث عن نية بعض أحزاب العملية السياسية وميليشيات الطائفية التوجه نحو المعارضة السياسية في العراق. ضيوف طاولة دكتور رافع الفلاحي ونظير القندوري ودكتور قحطان الخفاجي معنا عبر الهاتف من بغداد. أستاذ نظير القندوري، أيضا هناك من يتحدث أن القضية في قضية توجه بعض الشركاء العملية السياسية إلى المعارضة السياسية، الحقيقة أو الهدف منه هو الهروب والقفز من هذه السفينة، سفينة الحكومة الواهنة الضعيفة الفاشلة طبعا بهذا بتقييم شركاء العملية السياسية، وتقديم نفسه هذا المعارض على أنه معارض ورافض ولا يقبل بهذا الفشل والضعف الذي ينتاب هذه الحكومة، يقدم نفسه إلى الرأي العام بهذه الصيغة لأنه آيس من إصلاح الحكومة أو تقديم شيء للمجتمع. يعني ربما يكون لهذا التفسير إلى حظ في بعض يعني المراقبين على أن بسبب أنه النظام السياسي، يعني لا أقول الحكومة، النظام السياسي بدأ يصل إلى مراحل النهائية، فتجد بعض الأحزاب التي تريد أن تحافظ على تاريخ السياسي يعني تتخلص من هذه المسؤولية وهذا العبء ويقول أنا لم أكن في هذا النظام السياسي. لكن لو سألتني على رأيي الشخصي، أنا لا وافق على هذا التقييم. حقيقة الجميع هم متورطون في هذا النظام السياسي، والجميع هم ساهموا في بناء هذا النظام السياسي الفاسد الموجود في العراق. أنا أقول لك يعني هؤلاء مثل حيدر العبادي وعمار الحكيم الآن يردون يكونون معارضين. عمار الحكيم يريد يكون معارض لأنه ما حصل أمانة بغداد اللي هي ميزانيتها تعادل 3 وزارات، هذا السبب الأكبر لخروجه الآن وأصبح معارض. حيدر العبادي الآن أصبح معارض لأنه لم ينجح بالوصول إلى رئاسة الوزراء وتجديد الولاية له، والآن يريد كأنه ثأر شخصي، يريد أن ينتقم، يريد أن يسقط عادل عبد المهدي بأي طريقة والوصول إلى رئاسة الوزراء. بل هو ربما الآن حانق على أمة التي قالت أنه يا ابني لا تكن رئيس وزراء مرة ثانية، يعني ربما الآن هو مستاء من تصريحات أمة. يعني الحقيقة الآن هناك طبعا معركة محتدمة على ما يسمى الدرجات الخاصة 6000، نعم نعم، درجة معركة حامية. نعم نعم، لو كان هذا النظام السياسي الآن ديمقراطي حقيقة، لماذا يتم الخلط ما بين المناصب السياسية والمناصب الإدارية؟ المناصب الإدارية اللي يقصد فيها مدير عام، مدير دائرة فما دون، كيف يتم الخلط الآن يعني؟ الآن تخضع إلى المحاصصة. كل حزب له حصة من هذه الوزارة، من هذه المناصب، كل طائفة لها حصة، كل قومية لها حصة، بغض النظر عن نزاهته، عن كفاءته، عن ما يمكن أن يقدم للمجتمع. لا فقط أنه هذا منتمي إلى حزب أو منتمي إلى إثنية معينة، هكذا يتم توزيع المناصب، وبالتالي ينعكس على أدائهم وعلى خدمتهم للشعب. لذلك تجد الخدمات في حالة انهيار. أنا أريد أن أسأل هذا النظام السياسي، لو كانوا فعلا ديمقراطيين، هل يوافقون على أن يكون رئيس وزراء من غير الطائفة الشيعية؟ هل يوافقون على أن يكون سني أو كردي أو صابئي أو مسيحي؟ بالتأكيد لا يوافقون. مهما كانت كفاءة، هذه قضية محسومة خط أحمر، الاقتراب من رئاسة الوزراء خط أحمر. عباس البيات وحزب الدعوة، يعني أنا الآن سأل أين الديمقراطية إذن؟ إذا كان الشعب، إرادة الشعب تقول أن رئيس وزراء نريده أن يكون فلان بغض النظر عن قوميته أو إثنيته أو حتى يعني أي كما جرى عام 2010 بانتخاب مثلا. أنا والدكتور نتحدث قبل الحلقة أن يعني أياد علاوي الذي هو جزء من العملية السياسية، جزء من العملية السياسية وأيضا يعني صحيح أنه هو شخص علماني لكن هو بالأصل أيضا شيعي، مع ذلك لم يوافق عليه لأنه لم يكن شيعيا عقائديا محسوب على وولاءه واضح إلى إيران، لذلك لم يتم التوافق عليه. لذلك هذا النظام السياسي من العبث أن نقول أنه نظام ديمقراطي، من العبث أن نقول أن هذه العملية السياسية سائرة باتجاه خدمة المواطن. هذه العملية طريقها مسدود. سنتحدث أيضا عن المعارضة وما يمكن أن تنتج من شيء إذا ما مضت بهذا الاتجاه. دكتور قحطان الخفاجي، كيف يستقيم حديث هؤلاء المتوجهين الجدد نحو المعارضة السياسية للحكومة، وطبعا معللين ومسببين هذا التوجه أن هذه الحكومة ضعيفة، ما زالت ناقصة، غير قادرة على تقديم خدمات، ما حتى الملف الأمني الآن فيه تصدعات كبيرة، وهم في نفس الوقت ممثلون بالحكومة في مناصبها العسكرية والمدنية التنفيذية والإدارية؟ يعني هذا يعني هذه المفارقة كيف تستقيم؟
كيف يمكن إقناع الرأي العام بمثل هذا الطرح، بمثل هذا التوجه؟ طبعا حقيقة الأمر طرح هكذا، طرح من قبل الذين ذهبوا باتجاه المعارضة. أنا دائما قلت وأؤكد، أما أنهم جاهلون حقا للعمل أو عمل السياسي، أنهم بالتحديد يريدون أن يؤكدوا على أن تبعيتهم أو من يتبعهم هو من التدابير ما كان أن يعتقد صحة ما يذهبون إليه، لأن ذهابهم إلى المعارضة خارج نطاق المنطق في العراق الجانب، كما ذكر جنابك هم جزء من العملية السياسية. ثلاثة، عملية استباق حالة معينة من احتمالية تغيير محتملة، كل يجعل يؤكد حالة أساسية وهو المصلحة الإعلامية الذاتية لهذه الأحزاب من جهة. اثنين، أنا أتوقع أن الإرادات الخارجية تحركت بشدة لهذا الاتجاه. لماذا؟ دكتور خليني أسألك عن هذه الخطوة، هل يعني بشكل أدق هل تعتقد أن هذه الخطوة خطوة استباقية لخوف من تغيير ما؟ تعرف أنه في العراق الآن سخط عظيم، التظاهرات متوقع أن تنفجر مرة أخرى، أم هذه القضية تندرج ضمن الإطار الصراع الحزبي الطائفي الشخصي بين شركاء العملية السياسية؟ أنا أتوقع الثانية، هي عملية كم بعض الأشخاص والقفز من 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 القارب أو القفز من السفينة الغارقة. لماذا حقيقة الأمر؟ لأن الذي حصل في العراق هو أساسا كما هو معروف هو عبارة عن إرادة هؤلاء المجاميع التي سواء من حكومة أو من تدعي أنها معارضة. اثنين، إرادة الأطراف الدولية الخارجية. الأطراف الدولية الخارجية الآن فاعلة جدا لتغيير أحداث تغيير باتجاهين. أمريكا تريد أن تغير العملية السياسية لأنها أصبحت إيرانية بامتياز، تريد أن تضعف إيران. إيران كذلك تحاول أن تزج أكثر بهويتها وبسياستها أمام الملأ في عملية سياسية. لذلك هؤلاء فشلوا في أن يجعلوا لإيران قاعدة قوية حسب الداخل الإيراني، وقد فشلوا أيضا كذلك في ترتيبه مع الأمريكان، وبالتالي هم يدركون أن الآتي من الأيام أي تغيير كان باتجاه صالح إيران أو صالح أمريكا في الوضعية الحالية لا يخدمهم، فلابد أن يظهروا كأنهم مخالفين ومغايرين لما هو قائم الآن. إذن هي عملية استباقية أنانية ضيقة بالتأكيد إلى العمل القادم، ولكن هم عليهم يدركوا حقيقة أن أمريكا لم تعد تحتوي هذه النماذج، ولا إيران ترغب بهذه النماذج، والشعب العراقي بإذن الله سيرفضهم وسيرميهم بسلاحهم كما فعلت الشعوب الحية. دكتور رافع، وبالتالي لا يتوقع من هذه الخطوة أي إحداث أي تغيير في المعادلة السياسية أو المعادلة حتى الحكومية أو حتى على مستوى تغيير شيء من واقع الناس، وأيضا هذه الخطوة مصيرها كمصير سابقاتها من الفشل، يعني معناها استمرار الدوامة، نفس الدوامة المستمرة من عام 2003 إلى اليوم. هل هذه نظرة سوداوية؟ لا، نظرة واقعية أستاذ ماجد، نظرة واقعية جدا جدا. القوى المعارضة الحقيقية هي القوى التي رفضت المشاركة في الانتخابات، ترفض كل هذه الأحزاب، هي التي تتظاهر، هي فهذه غير فاعلة. نعم. الآن غير فاعلة. أما الحديث عن هم يريدون المحافظة على هذه العملية السياسية، ربما ما قاله الدكتور قحطان القفز من المركب هذا جزء من الحقيقة، هي مثل ما يعني قلت قبل قليل هي معارضة استباقية، هم يريدون يعرفون أن الفشل بعد 16 سنة الآن، الفشل الشعب الآن وصل إلى مرحلة الاحتقان العليا، يعني هم إذا كانوا يشعرون، أنا يعني هذا الشعور هو مختفي منهم، ذولا أصحاب العملية السياسية الشعور منتهي من عندهم، هم لا يشعرون بشيء، هم يشعرون بالمكاسب بالأموال اللي يسرقوها، هذه عندهم حاسة شعور باتجاهها، أما شعور بمعاناة الشعب بمعاناة البلد بهوية البلد بمستقبل البلد بحاضرة هذه ما عندهم، لكن هم يستشعرون خوفا على كراسيهم، خوفا من هبة هذه الجماهير، هذه جزء من عدها، هي جزء منها صراعات داخلية داخل العملية السياسية، والجزء الآخر هو يعني معارضة استباقية للقفز من هذا القارب فيما لو غرق هذا القارب أو ثقب ثقبا كبيرا،
وربما جزء من عند هذا الصراع الأمريكي الإيراني اللي في الإطار وهو صراع مخادع وصراع فيه الكثير من الكذب، ولكن ربما جزء من عنده يعتقدون هكذا، فبالتالي هم لا يريدون أن يتحملوا نتيجة هذا الفشل ليقولوا نحن كنا في المعارضة لا نقبل. أما لكن الحقيقة أن يكون رجل في الموالاة ورجل في المعارضة، أنت تركب مركبين في آن واحد، هذه غريبة، لا يمكن قبولها، لا يمكن قبولها. كل القوى لديهم مناصب ولديهم وظائف ولديهم مسؤولين داخل العملية السياسية، كيف يعارضون وفي نفس الوقت يوافقون على كل السياسات الأخرى؟ يعني جزء موافق، وهؤلاء المعارضون هم نفسهم في العملية السياسية من 2003، إذن هم لهم حصص من الفشل المتراكم على 16 سنة. نعم نعم، فبالتالي هم مسؤول. يعني دعني أقول، أحد النواب يعني يمكن من كتلة السائرون يقول أنه سبب فشل وفساد كل الحكومات السابقة، نعم، هي عدم وجود معارضة. طيب إذا افترضنا هذا الكلام صحيح، نعم، وهو كلام صحيح ومنطقي وماشي خلاص، طيب ما أنت الذي تتحدث عن هذا الموضوع؟ كنت جزءا من الحكومات التي شكلت من 16 سنة لحد الآن، إذن أنت جزء من الفشل، جزء من الفساد، نعم، جزء من الخراب الذي دمر العراق. كيف يمكن أن تتحدث لي عن معارضة وأنت جزء من فشل لا تعترف به، لا تعترف به على نفسك، تعترف به على الآخرين؟ يعني مثل ما يتصارعون، والآخرين أيضا يلقون بالفشل على الآخرين. نعم، وهذه القضية، يعني كثير من القضايا التي شاهدناها عندما يكون الصراع بينهم قويا يخرجون على، يعني نشاهدهم بالقنوات الفضائية يشتمون بعضهم وينشرون الغسيل الوسخ لبعضهم، نعم، ويتحدثون عن فساد وعن قتل وعن اعتقالات، وبعد مدة نرى أنه نفس هؤلاء الأشخاص الذين ظهروا يجلسون مع نفس الأعضاء، نعم، الذين شتموهم واتهموهم بالخيانة والقتل والإجرام والإرهاب، وكأنهم أخوة. صراع بينهم، صراع العلاقة بينهم علاقة توافق حديدية الحقيقة، من أجل المكاسب، من أجل النهب، من أجل الفساد الحقيقة. فبالتالي هذه القضية يعني ليست بالإطار الذي يتحدثون عنه، يحاولون خداع الشعب، يحاولون. على ذكر الإطار دكتور اسمعني، نعم، أستاذ نظير قندوري، يعني هذا اللف والدوران من قبل شركاء العملية السياسية في تشخيص الخلل، في الذهاب إلى أس المشكلة، لماذا لا يضعون أصبعهم على أس المشكلة وهي أن العملية السياسية هذه المشوهة والمعوجة القائمة على هذه الركائز هي سبب المشكلة الحقيقية؟ إذا أردت أن تصلح البلد فابدأ بالعملية السياسية، هو هذا المرض الرئيسي. أخي كيف يعني يضعون يدهم على أس المشكلة؟ نعم، يعني وضع اليد، يعني القصد أنه البدء بمحاولة إيجاد الحلول الجدية والحقيقية، معناها لن يكون لهم دور في المرحلة المقبلة، معناهم كلهم سيقدمون إلى محاكمات تتعلق ب يعني جرائم التي ارتكبوها في حق الشعب العراقي، السرقات التي قاموا بها بحق الثروة الوطنية، وسلسلة كبيرة من الخراب هم مسؤولين عنه. لذلك هذا لا يكون مدرجا ضمن أجندتهم. هم الآن كما قلت لك يحاولون مد عمر النظام إلى أبعد فترة ممكنة، بالرغم أنه عندهم قناعة كاملة بأن هذا النظام السياسي سينهار. أنا فقط أريد أن أرجح، يعني أرجع إلى موضوع هذه المعارضة، نعم. أنا يعني حقيقة هي أول ما سمعت بها كانت مثيرة للضحك ومثيرة للسخرية. أنا أقول المعارضة تتألف الآن من عمار الحكيم وحيدر العبادي، ويقول أحد النواب من ائتلاف النصر، يقول سيلتحق بنا ائتلاف الوطنية والقرار والنصر والحكمة وسائرون وقوى كردية. يا أخي ما هذه الخلطة يعني حقيقة؟ يعني أنا فقط أريد أن أسأل، هل رأينا في يوم الأيام هذه الكتل متآلفة فيما بينها؟ هل سنشهد معارضة للمعارضة ومعارضة للمعارضة؟ يعني كيف سيكون هناك شكل المعارضة لكي تحاول أن تصلح الحكومة وتشخص أسباب إخفاقاتها وتعدل فيها كما يدعون؟ يعني هذا ضحك، ضحك على الذقون. هؤلاء اجتمعوا على المنافع. لكن شيء آخر أريد أن أربط، أنا يعني شيء مهم أخي، أريد أن أربط، لماذا الآن تم الإعلان على هذه المعارضة؟ نعم. لماذا حيدر العبادي، حيدر العبادي أعلن معارضته لعادل عبد المهدي بشكل رسمي في اليوم التالي للقائه للسفير الأمريكي؟
السفير الأمريكي الآن الجديد اجتمع مع حيدر العبادي، ثاني يوم أعلن العبادي بأنه هو معارض، ثم لحق عمار الحكيم وباقي السياسيين. أنا أقول هؤلاء السياسيين لا يتخلصون من خصلة هي موجودة فيهم، إنهم لا يستطيعون العيش إلا في أحضان المحتل، لا يستطيعون العيش إلا في يعني نذالة العمالة. هم ينتقلون الآن من الحضن الإيراني إلى الحضن الأمريكي، ويتناسون أن أدفع حضن هو الحضن الشعب العراقي. هؤلاء ليسوا وطنيين حقيقة. يعني هذه المناورات، هذا الخداع، هذا التضليل، هل تعتقد أنه ما زال له آذان مصغية، سوق عند الرأي العام يتقبل يقول فلنعطي فرصة لهؤلاء لنرى هذه المرة؟ هم الآن مكشوفون أمام الشعب العراقي، لكن نعم. الشعب العراقي الآن مكبل بالحديد والنار. يعني هم مزقوه من خلال الطائفية سنة وشيعة، مزقوه من خلال الكردي، المجتمع لا يأخذ هذه الطروحات على محمل الجد ويتفاعل معها ويدعمها. لكن الآن ما الشعب الآن بحاجة إلى قيادة واعية. نعم. يعني تحاول أن تجمع كل هذا الحراك، أن تجمع كل هذه الطاقات الشعبية لتوجيه اتجاه هذا النظام السياسي الفاسد. نعم، أشكرك دكتور قحطان. نفس السؤال، هؤلاء أتعبوا البلد وأتعبوا الناس أيضا في العراق بهذه المناورات، بهذه التكتيكات، بهذا التضليل، بهذه الزجزاج والبهلوانيات على مدى 16 سنة، وهم يعرفون أن الخلل متعلق بالعملية السياسية. لماذا لا يذهبون مباشرة إذا ما أرادوا إصلاحا للبلد وأهله فليفتشوا عن مواطن الخلل في هذه العملية السياسية ويعملوا على إصلاح حقيقي إذا كان الإصلاح متاحا أو متعذرا أو الوقت لم يفت بعد؟ لا أعتقد يذهبون هؤلاء حقا إلى إصلاح، لأن الإصلاح الحقيقي هو مقتل هؤلاء، لأن الإصلاح يكمن في إعادة عملية سياسية ببعدها أو إخراجها من بعد الانتماءي المذهب الطائفي، إخراجها من الارتباطات الإسلامية، إخراجها من الاحتلال إلى الحضن الوطني. هذا لا يتوافق مع هؤلاء بالتأكيد، لأن هؤلاء قائمون أساساً على أساس المذهبي والطائفي، وبالتالي أي إصلاح لا يمكن، هناك إصلاح واحد اثنين. لدينا النموذج الذي ذهب إليه أحد قادة البيت الشيعي، نصح لنا القول ذلك، ودعا للإصلاح وقام بعمل كاد أن ينهي الحكومة وانهى البرلمان وتصورة، ما الذي تغير من الشيء أمر شيئا؟ لم يتغير، لأن أي تغيير لهذه الآلية تنهي وجود هؤلاء، وبالتالي الإصلاح هو عبارة عن ارتداد إلى الحاجة الوطنية لدى الشعب العراقي. هم يحاولون يركبون هذه الموجة كما ركبت الموجة سابقا وصعب فحوى الحراك الشعبي الحقيقي. إذن هذه محاولة من نهايتة لأن يخرجوا بأنفسهم إلى ممكن يقدموا أنفسهم مرة ثانية إلى مجتمعاتهم، ولكن في تصوري لا مناص من نهاية قريبة لهؤلاء. نعم. للحراك الدولي أو للحراك الداخلي أو لتأكيد. أشكرك على ذكر الحراك الداخلي. أشكرك دكتور قحطان الخفاجي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين، شكرا جزيلا كنت معنا من بغداد. دكتور، إذا كانت هذه المعارضة غير جدية وغير حقيقية وإنما هي عبارة عن لف ودوران أو خداع أو تضليل، البلد في أزمة وفي نفق منذ عام 2003، إذن من هي المعارضة أو المناهضة الحقيقية التي يراهن ويعول عليها في إنقاذ البلد وإخراجه من هذا النفق المستمر على 16 سنة؟ نعم، سأجيبك عن هذا، لكن بسرعة أريد أن أقول شيء. نعم. ربما سألت عنه حضرتك وقلت أنه يعني هذه المعارضة لا تنطلي الآن على. نعم. الشعب. نعم. نعم، هي لا تنطلي على الشعب. نعم. هم يعرفون أنها لا تنطلي على الشعب، لكن هذه جزء من محاولة إيجاد تبرير للتعامل مع الشعب بطريقة أو بأخرى. بمعنى أنه عندما الميليشيات والقتلة عندما يلبس مدني ويقتل الناس هو متاح له، لكنهم ألبسوه لباس الشرطي ولباس ما أدري الجيش. نعم. والقوى الأمنية، وبدأ يقتل، ولكي يقولوا هذه قوى حكومية رسمية تمارس. عندما تقول لهم لماذا تعتقلون الناس بهذه الطريقة، يقولون لازم فعلوا شيئا لكي نعتقلهم. عندما تقول لهم لماذا تستخدمون الرصاص والقتل ضد الناس، لماذا
يقولون لو كانوا يمتلكون هؤلاء السلاح بأيديهم لواجهوا القوى، فيبررون كل شيء. الآن هذه القضية يعني هي يعرفون أنها لا تنطلي على الشعب، لكن يريدون أن يبرروا لنفسهم. نحن معارضة، أنت عندما تعارضنا الآن ونحن جزء من المعارضة، إما أن تنضم إلينا وإما أن تكون عدوا فنواجهك بالرصاص والقتل والاعتقال. هذا ما يريدون أن يقولوه. يعرفون أن الهبة، أن الموجة الكبيرة الشعبية قادمة لا محال. القوى المناهضة الحقيقية، القوى التي ترفض كل هذا، هي القوى المناهضة الحقيقية، ومن البداية كانت من عام 2003 أعلنت أنها مناهضة للعملية السياسية، مناهضة للاحتلال، مناهضة لكل تبعات وتداعيات الاحتلال، ومن الحركات الشعبية، ومنها الحركات الشعبية، ومنها هيئة علماء المسلمين في أساسها. هذه كل هذه القوى الحقيقية، هذه القوى الحقيقية التي تمثل الشعب، تمثل نبض الوطن، تمثل الوجه الحقيقي للعراقي. هذه الحقيقة بغض النظر أن يرفضها هذا يرفضها، غير طائفية، غير مسيسة لجهة معينة، غير تابعة لجهة معينة، غير مؤدلجة لجهة معينة، بالعكس هي وطنية عراقية تدافع عنها. رفضت كل هذا، رفضت هذا المشروع اللي قسم العراقيين إلى سنة وشيعة وكراد وعرب وتركمان، وبالتالي يمزق الناس بحجة أن نحن يعني مكونات كثيرة وهذه الألوان الكثيرة. هذه الألوان الكثيرة لآلاف السنين. أشار دكتور، هل يستطيع أن يغير كما جرى في مثلا السودان، في الجزائر؟ هل هو قادر ممكن أن في العراق أن يغير؟ نعم، الشعب قادر أن يغير عندما يتحول من المعارضة هذه اللي هو عايش بيها بطريقة عشوائية إلى أن يكون مناهض، وسيتحول إلى مناهض قريبا، سيتحول إلى مناهض. هذه الخطوة لأن يكون مناهض لكل هذا الشيء وينسفوا نسفة واحدة. وربما المقاطعة التي جرت في الانتخابات الأخيرة هي نوع هذا من المقاطعة، تمهيد، نعم. تمهيد لها، نعم. نعم، جزء منها، وهذا ما يحول الشعب إلى قوى مناهضة لكل هذا الفساد وهذا الخراب، وهذا قادم لا محال. هؤلاء يحلمون بالبقاء على كراسيهم، وأنا أعتقد أن وقتهم قصير 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 جدا. شكرا دكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي، والشكر أيضا الأستاذ نظير قندوري، أيضا الكاتب والباحث السياسي. شكرا أيضا للدكتور قحطان الخفاجي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين، كان معنا في هذه الحلقة عبر الهاتف من بغداد. شكرا للمشاهدين الكرام، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج طاولة حوار، في أمان الله.